به كما شفنا مع الجيت اول ستودنتس. توا باش نشوفوا الراوت الثاني لابي الثاني اللي هو الجيت جيت وان ستودنت اللي هو هذا شنو طلب منا؟ انه ستودنت لان نكتبوها سلاش ستودنت، طلب منا انه لازم نقوم بارسال الاي دي. واضح نبعث الاي دي هذا كبارامتر. باهي سهله برشا، ما علينا الا نرجع لهنا الانجولار نتاعنا، نمشي وكما تعودنا نتعلموا دول طول، نخدموا طول طول في السيرفيس، نجي لهنا نعمل فانكشن نقول له جيت وان ستودنت. اوكي باهي، لهنا تحب تمرر الاي دي، تحب تمرر الاي دي من الهو من هنا، تمرر الاي دي من هنا، ولا تنجم تحطه طول طول، معناها تحطه مع اللينك الاي دي هذاك. لكن احنا نشوفوا الطريقتين، this.http.get، ونعطي اللينك هذا نتاعي هاكا، ما فماش اس لهنا، ونعطي الاي دي نتاعي. باهي الاي دي خلينا ناخذ اي اي دي، مثلا نجي من مونجو دي بي من هنا، ناخذ اي اي دي نتاع اي واحد، مثلا ياسين بن يوسف هذا، ناخذ الاي دي نتاعو هاكا، ونمرو كبارامتر لهنا. واضح به عم نشوفوا الاي دي كيفاش باش نمرو هكا تو، لكن بعديك باش نشوفوا كيفاش نمرو دايناميك، معناها نمرو فاريبل لهنا. كنترول اس للسيرفيس هذا نتاعنا، ونجي لهنا نحب نستقبل السيد هذاك ذيس دوت شير، الفانكشن هذيك اللي باش ترجع لي اوبزيرفبل ديت وان ستودنت هايكا دوت سبسكرايب، وخلني نقوم بتبعته داتا كونسول دوت لوج لك الداتا هذيك، او باش نقوم بتبعته في وسط الكونسل. كنترول اس واجي نشوفه مع بعضنا شنو باش يعطينا. انسبكت اليمنت، ندخل للكونسول كما تشوفوا قدامكم، او جاني اوبجيكت لهنا، نقوم فتح الاوبجيكت هذا هو اللي بحثت عليه بالضبط، ياسين بن يوسف، او الفون نتاعو والايج نتاعو وهذا الاي دي نتاعو او اندرسكور اي دي. واضح باهي، خلينا نشوف كيفاش نبعثه دايناميك، معناها الاي دي هذاك نقوم بارساله دايناميك. تحبوا نبعثوه من الهوم بيج من هنا، تحبوا نبعثوه من الهوم بيج، تو نجي لهنا ونقول له اي دي، نمرر دايناميك الاي دي ذاك، نقول له مثلا اني تايب بتاعه ولا سترينج ولا نمبر. هو طبعا الاي دي ما لازمش يكون نمبر، لانه الاي دي كما تشوفوا لهنا في حتى حروف، معناها ما لازمش يكون نمبر، او تشوفوا اف اف مثلا مكتوبه لهنا. باهي باش نحب نمرر لهنا كبارامتر، باش نمرر لهنا كبارامتر، نجمو نستخدموا الباك ليست هذه. هايك اجي نوريكم الباك ليست هذه اللي هي في السبعه، موجوده من الفوق في السبعه. واضح في السبعه الكيبورد نتاعهم ازرتي، ونجي لهنا في مكان الاي دي هذايا، ونعمل دولار ساين، ونجي لهنا نكتب الاي دي نتاعي اهوك، مررت الاي دي هذاك. باهي الاي دي هذاك منين باش نمرر تو من الهوم بيج نتاعي من هنا. كيما تشوفوا لهنا اعطاني كي الجيت وان ستودنت عطيت لها اي دي لهنا، شوفوا لهنا سطر هذي بالاحمر، علاش؟ خاطر يقول لك راي تنتظر منك باش تمرر الاي دي. نجي لهنا ونمرر الاي دي نتاعي، تحب نحطوه في وست فاريبل ولا نمرر طول طول كيما هاك، نحطوه في وست فاريبل مرر لهنا ولا طول طول. كنترول اس واجي نشوفه مع بعضنا، ردود البيج كيما تشوفوا تشتغل وما فما حتى مشكله، او جاني الاوبجيكت نتاعي. واضح كيف كيف، معناها ما فما حتى اختلاف. به هذا جيت وان ستودنت، نرجع فماش حاجه اخرى تحب نضيفوا عليها؟ اها اي كيف السبسكرايب، كيف كيف نقول له داتا مثلا او بي 1 او بي مثلا، باش نسميها 1 اوبزرفابل مثلا، نسمي في اسامي كيما كيكا، راهو معناها التايب نتاعو باش يكون سبسكريبشن. ونجي لهنا ونقول له this dot equal data 1 ob، هكا كمل اسامي حاصيلو this dot data 1 ob dot unsubscribe باش نقص الاشتراك. كنترول اس نشوفوا مع بعضنا، هاو كل الاوبجي نتاعي جاني غاديك، نمشي للاباوت انه يتنحى الاوبجي من غاديك، طبعا مش ياخذ موجود في الكونسول لهنا، او كان نحيه كل شيء. كي نرجع للهوم شوف، كي نرجع للهوم شو مش يصير، يعاود يجيبه من جديد. واضح كي نرجع للهوم يعاود يجيبه من جديد. هذه هي حكاية الجانت وان ستودنت. تو شنو تعلمنا، شنو الحاجة الجديدة اللي شفناها، انه كيفاش نمرو بارامتر، كيفاش نمرو بارامتر في وسط اللينك نتاعنا. الفيديوهات اللي قدمها بالطبيعة باش تشوفوا كيفاش نمرو كويري بارامز، خاطر كويري بارامز حاجة أخرى، وكيفاش نمرو هيدرز، وكيفاش كيف كيف نقوم بتمرير البادي. تو تعلمنا الجيت، الفيديو القادم باش تشوفوا كيفاش نعملو بوست. يلا إلى اللقاء، ونتقابلوا الفيديو القادم.